للحق في الدواء. دكتور محمد صباح الخير. دكتور محمد الو، صباح الخير. صباح النور يا دكتور. طبعا احنا عايزين نسمع، طب الاول بس تعليق حضرتك حول موضوع التجارة في الاعضاء والشبكة او العصابة اللي اتمسكت امبارح دي، حضرتك شايف الموضوع ازاي؟ هل الرقابة كافية يا فندم؟ ولو الرقابة كافية من وجهة نظرك وصلنا للمرحلة دي ازاي؟ طيب خليني بس الاول اقول ان تجاره الاعضاء البشريه دي هي تجاره منتشره عالميا ومجرمه، وكل دول العالم تقريبا بتشدد العقوبات عليها. عندنا في مصر كان في منظمه كوفس العالميه لمناهضه الاتجار بالبشر وبيع الاعضاء البشريه، كانت عملت تقرير من 3 اشهر وقالت انها تخشى ان مصر تتحول لبرازيل الشرق الاوسط نظرا لازدهار الموضوع فيها بدون ضوابط، رغم ان هناك قانون منظم لعمليه التبرع او عمليه زراعه الاعضاء. اللي حصل امبارح خليني اقول لحضرتك كده بصريح العباره، انا مبسوط جدا 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 لانه بيغسل سمعه مصر العالميه في مجال جميل. او في المحافل الطبيه. ما احنا لسه كنا بنتكلم من شويه دكتور ان هو على قد ما احنا اتبسطنا كده زي حضرتك خوفنا. معلش بس كانت حاجه مهينه جدا ان التقرير ده يطلع، رغم ان احنا اتصلنا باعضاء مجلس البرلمان المصري وافتكر حصل اكثر من سؤالين للسيد وزير الصحه في البرلمان المصري عن التقرير دوت واهميته والملابسات اللي فيه، ولكن اللي حصل اول امبارح او امبارح ده حقيقي اسلك صدورنا ان هناك اجهزه ما زالت بتعمل على صيانه وحمايه سمعه مصر او المصريين بشكل عام. طيب. تجارة الأعضاء للأسف الشديد جدا حضرتك يعني تركت موضوع مهم جدا، كل اثنين معاهم فلوس يروحوا يعملوا مستشفى ويجيبوا ناس يعني ولا حد بيسألهم انتوا بتعملوا ايه؟ ما هو ده اللي انا كنت بتكلم فيه من شوية يا فندم. يعني عندنا احنا في المركز رصدين من أكتوبر 2015 لأكتوبر 2016 في 33 حالة. 33 حالة؟ ستة اعضاء مسروقه ولا ناس بايعه اعضائها؟ ما بين بيع وما بين سرقه. السرقه عاده عندنا 5 حالات بتتم في مستشفيات حكوميه، بقيه ال 33 حاله دي عمليات. خمس حالات في مستشفيات. معلش يا دكتور ثانيه واحده، في مستشفيات الحكومه؟ حكوميه ايوه، حسب محاضر الشرطه اللي موجوده. ده حتى مش بقى الناس اللي بره اللي احنا بنشتكي منهم، مستشفى حكومه 5 حالات. ده يعني اللي احنا عارفينه ان ده بيحصل في المراكز الخاصه، بس مستشفى حكومه يا فندم كمان؟ لا انا واضح، السرقه تمت في مستشفيات حكوميه 5 حالات عندنا، اخرها حصل في القصر العيني 22 مارس اتعمل محضر رقم 1684 اسم شرطه السيده زينب اهل المتوفيه زينب سليمان 33 سنه، اتهمت اداره المستشفى بسرقه القرنيه، لما النيابه استدعت المسؤولين عن المشرحه أكدوا إن هناك تعليمات من رؤساء الأقسام بهذا الأمر. في 8 إبريل حصل نفس الموضوع، إن مواطن شعبان إبراهيم في مستشفى الأميري في اسكندرية اتهم إدارة المستشفى في المحضر 564 بسرقة الكلية بتاعته، وهكذا. إحنا عندنا كان في فوضى عارمة رغم إن عندنا قانون. خليني بقى أقول لحضرتك المادة 3 من القانون بتحظر البيع نهائياً. ليه؟ بيحظر النقل من مصريين لاجانب، خلاص كده القانون قفل ان مفيش اتجار، مفيش متبرع مصري يدي المتبرع ايا كانت جنسيته. عندنا 80% من اجمالي عمليات التبرع، خلينا اقول عليها التبرع او زرع الاعضاء بيتم الاجانب في مصر. تمام يا فندم. طيب معلش سؤال دلوقتي بس، احنا سامعين في الخبر ان في متورطين في الجريمه دي اطباء وممرضين واساتذه، وحضرتك مش قلت في 5 حالات، هل حضرتك عندك فكره عددهم دول قد ايه وموجودين قد ايه منهم في المستشفيات الحكوميه وقد ايه في المراكز الخاصه؟ يعني اغلبيه المضبوطين للاسف الشديد هم بيشتغلوا داخل مراكز حكوميه، يعني خليني اقول لك كليه طب جامعه القاهره، كليه طب جامعه عين شمس، مستشفى احمد ماهر، بل بالعكس ده في احد المستشفيات كل الخاصة. المستشفيات دي فيها تجار اعضاء؟ خليني اقول لحضرتك احد المستشفيات الخاصه اللي تم اغلاقها امبارح وضبط بعض العمليات فيها، تم اغلاقها في 2000 في مارس 2010 بسبب عمليات الاتجار في الاعضاء. السؤال كيف يتم السماح لمستشفى
تتاجر في بيع الأعضاء أن تفتح مرة أخرى وأن تعمل مرة أخرى ويتم ضبطها بعد 5 سنين. ده سؤال. والسؤال التاني، احنا كان معانا دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة وقال إن في رقابة، في ظل الكلام اللي حضرتك بتقوله كده يبقى مفيش بقى رقابة؟ ده إذا كان الحكومة فيها كده، أمال الخاصة هنعمل إيه؟ أنا جايب لحضرتك دليل حي إن مستشفى شهير جدا تم ضبطه في 2010 وتم إغلاقه بالشمع الأحمر وتم ضبطه امبارح برضه. ده يدينا مدلول مهم جدا إن مفيش رقابة، ان العمليات في كده يبقى مفيش بقى كده يبقى مفيش بالظبط كده. وخليني اقول لحضرتك يعني حاجه مهمه، من اسبوعين تم ضبط عصابه كبيره جدا مكونه من 15 شخص محتجزين 9 اطفال استعدادا لنزع او انتزاع الاعضاء بتاعتهم نتيجه الاتفاق مع اهاليهم، واحد الشخصيات المتهمه هي التي جرت لهذه التشكيل التي تم ضبطها. طيب عموما احنا مش يعني احنا بس يعني بنشير للموضوع في شكل خبري، بس احنا اكيد هنتابع الموضوع ده، الكارثه دي ما يتسكتش عليها، ومش وزاره الصحه بس، ده كل الجهات المسؤوله لازم تبتدي تعمل حملات توعيه، كل واحد بقى بطريقته زي ما يشوف، خصوصا وزاره الصحه لو سمحتوا يعني تبعتوا لنا احنا نقول الناس تعمل ايه، تتاكد من المراكز دي ازاي، تخلي بالها من ولادها اللي بيتخطفوا بيتباعوا اعضائهم دول ازاي، عشان احنا كده في مصيبه بمنتهى الصراحه. لما يبقى في حتى في المستشفيات الحكوميه تجاره اعضاء احنا في مصيبه، والمستشفى تفتح تاني عادي جدا كانهم ما عملوش حاجه. شكرا دكتور محمد فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء.